النهارده من تطلع بايه النهارده من المحاضره. ماشي؟ بص معايا كده، دي الايتمز اللي هنشتغل عليها، او ما يطلق عليه الاوتلاينز بتاع محاضره النهارده. هنتكلم الاول يعني ايه يونت. ماشي؟ طب تاني حاجه يعني ايه دايمنشن. تالت حاجه استخدامات بقى اليوسس بتاع اليونت والدايمنشن دي عباره عن ايه، بنستخدمهم في ايه. ماشي؟ تمام، ده كده الجزء الاولاني. الجزء الثاني من المحاضره هنتكلم عن نيوتنز لو فور جرافيتي، قانون نيوتن للجاذبيه. هناخد ايه جزء منه كده، وبعدين ان شاء الله المحاضره اللي جايه دكتور طارق هيبقى كمل معاكم ايه الابلكيشنز بتاعته. ماشي يا رجال؟ ماشي. ايه الوحده دي؟ ايه الوحده ده؟ هي اسم كده لما تيجي تحط رقم مثلا تقول والله ايه انا سالتك دلوقتي والماس بتاعت حضرتك قدرها وحطها في المساله. واحد يقول لي انا الماس بتاعتي 70 كيلو جرام، يبقى الرقم فولود باي كيلو جرام، ده اللي بنسميه اليونت بتاعته. تيجي مثلا تقول لي انا طلعت الفورس في مساله، هطلع الفورس دي واروح كاتب جنبها ايه؟ نيوتن. طب هو الموضوع ده كده مهم؟ طبعا مهم جدا. مهم ازاي يعني؟ حضرتك دلوقتي هتطلع ايه في الاخر بعد ما تخرج من الكليه دي؟ هطلع مهندس. ومنت سعادتك عملت ديزاين لصنايعي، واحد بيشتغل معاك في الشركه، فانت بتعمل ديزاين وبتديهوله، ورحت كاتب على الديزاين ده ارقام معينه 20 و30 و50 ومش عارف ايه وكده. انت بتعمل مثلا، انت مثلا ايه شغال في احد المصانع مثلا الحربيه، مصنع 200 الحربي وليكن، اللي بيعمل مثلا الدانات بتاعت المدافع والمش عارف ايه والحاجات دي. ماشي؟ او المواسير مثلا بتاعت الدبابات، مصنع 100 الحربي. ماشي؟ فانت بقى حاطط الديزاين وبتاع، ورحت كاتب للصناعي ايه سي ان الصناعي ده لسه جاي ما يعرفش النظام، وكاتب له مثلا ودي طولها مثلا كذا ودي طولها كذا ودي طولها كذا، وحطيت ارقام من غير دايمنشن. الطبيعي ايه؟ ان الصناعي هيفسر على مزاجه لو لسه جديد في الكار يعني، صح؟ وهيعمل لك دايمنشن، تروح تلاقيه مثلا عامل لك ماسوره دبابه قد دي. دي دبابه لعبه ولا دبابه ايه بالظبط؟ صح؟ فمش هينفع. مين اللي غلطان؟ حضرتك. حضرتك، صح كده؟ ده مش عايز اقول لك بس اليونتس، ده بيخش في بعض الشركات بتخش في ادق التفاصيل في موضوع الديزاين ده. يعني ليا صديق كان بيشتغل في احد شركات الكابلات، تمام؟ واياميها مثلا بنيجي 10 سنين كده مثلا المتر كان يعمل له مثلا ممكن يخش له بتاع 2000 جنيه، وكانت شركه طالبه طلبيه، والباشا هو اللي عمل الديزاين وطلع لون الكابل غلط. لونه يا باشا، ما هو الكابل شغال بس لونه مش هو، الكابل مثلا يطلع اسود طلعوه احمر مثلا او بني. الشركه ما رضتش تستلمه. مين اللي غلطان؟ الراجل اللي عمل الديزاين، صح كده؟ تعال بقى، فالقصه ايه؟ اليونتس مهمه جدا، وان شاء الله بدايه من السنه دي لن اقبل منك رقم من غير وحده وراه. انت راجل مهندس فلازم تبقى كل حاجه ايه بيرفكت. المهندس ده بيطلع الحاجه من تحت ايده ميزان زي ما بيقولوا كده. ما هو ايه الفرق بينك وبين الصنايعي؟ كل حاجه تطلع من تحت ايدك مظبوطه. عشان كده لازم تبقى عارف حاجه اسمها اليونتس كويس قوي. فمحاضره النهارده مش محاضره بس عشان تمتحن فيها وحضرتك تروح، لا، وكعينها في الامتحان وخلصت، لا، دي محاضره النهارده دي عايشه معاك لحد ما تموت طالما انت شغال في الفيلد دوت، تمام؟ في سنه اولى، في سنه ثانيه، في سنه ثالثه، في سنه رابعه، اتخرجت، اشتغلت، طلعت معاش، كل ده المفروض الحاجات دي تبقى في دماغك. دي البيسكس، دي التولز بتاعتك كراجل مهندس. الصنايعي بيبقى شايل عدته فيها مفك وشاكوش واجنه ومش عارف ايه وبتاع، انت عدتك فين؟ في دماغك، شايلها على طول معاك. ماشي؟ طيب اليونتس، في انظمه كتير لليونتس، في ناس بتستخدم انظمه مختلفه يعني.
مثلا هنا في مصر بنستخدم ايه؟ النظام الدولي للوحدات، بنقيس الماس بايه؟ هي ايه الماس دي الاول؟ الكتله. بنقيس الماس بايه؟ بالكيلو جرام، صح كده؟ وبنقيس التايم بايه؟ بالسكند. وبنقيس الطول بايه؟ بالمتر، سنتيمتر، سكند، ماشي. في ناس ثالثه بتشتغل ايه؟ باوند، زي الناس في امريكا مثلا بيشتغلوا باوند وبيشتغلوا انش اللي هو البوصه، الباوند ده اللي هو الرطل، ماشي. وبيشتغلوا ايه كمان؟ السكند ثابت في كله، تمام. يبقى انظمه القياس انظمه مختلفه، بس حضرتك لازم تبقى فليكسبل للقصه دي. يعني اشتغلت في مصر فشغال بقى بالمتر والبتاع، مع الشغل هتلاقي نفسك ايه؟ بقيت خبره، بقيت تبص تقول لي مثلا ايه؟ المسافه من هنا لهنا دي تعمل لها حوالي 5 متر بعينك كده، وهتبقى خبره. تشوف مثلا انت شغال بقى في المسامير واللي مش عارف ايه وكده، هتشوف المسمار تقول المسمار ده 4 مللي بعينك. منين؟ بالخبره مش شغل، تمام. تروح مثلا ربنا يكرمك وتروح تشتغل في امريكا، او تروح تعمل دراسات عليا في امريكا او تلاقي لسه مختلفه، تلاقي بيشتغلوا بالبوصه. هتاخد وقت شويه على ما تبقى فاميليار بالحاجات دي، بس يو جانا ماستر بعد كده. تشوف الحاجه تقول دي كذا بوصه، دي مثلا كذا فيت. في برضه بعض الوحدات اللي بيستخدموها كده، هي مش درجه قوي، بس بيستخدموها برضه حاجه اسمها الاونس. مش ساعات تشوف وحده كده يكتب لك او زد؟ مين اللي شافها قبل كده؟ ما شاء الله عليكم، ماشي. فالاو زد دي حاجه اسمها الاونس، بيقيسوا بيها غالبا الليكويدز والحاجات دي. يقول لك الازازه مثلا 32 اونسز، يكتب لك عليها كده 32 او زي. بتاخد وقت زي ما قلت لك على ما ايه؟ على ما تبقى فاميليار بنظام الناس اللي انت شغال عنده. ده بس تعالى نتكلم على، لو انا هتكلم عن النظام الاساسي بتاعي، تمام. انت الكوانتيتي او الكميه الفيزيائيه واليونت بتاعتها، ماشي. لو بنتكلم عن دي الكوانتيتيز الاساسيه، لو بنتكلم عن ماس يبقى بالايه؟ في النظام بالكيلو جرام. لو بنتكلم على اللينث يبقى بالايه؟ بالمتر. لو بتتكلم على التايم يبقى بالايه؟ بالسكند. ده النظام الدولي، هنركز عليه لان هو ده اللي هنشتغل بيه، ماشي كده شباب؟ تمام. دي اسمها ماس. امال الماده اللي بناخدها مع الدكتور عماد عبد الحفيظ اسمها ايه؟ اسمها ماث بالث. مش كله عندك خبر خير، راح درس الماس. دي بيسموها الوحدات الرئيسيه. في طبعا حاجات تانية، يعني مثلا ايه؟ الزاويه تتقاس بايه؟ بالريديان. في حاجه اسمها مثلا الالومنيشن والحاجات دي، شده الاضاءه بالكندلة. التمبريتشر بالايه؟ بالكلفن، الوحده الرئيسيه بتاعتها كلفن. فحضرتك هتشوف بعد كده اما هنيجي ناخد في الثيرمودينامكس اي تمبريتشر تحطها بالكلفن، اللي هي بنضيف عليها كام؟ اسمع، برافو عليك. انما ذا ثري مين بيسك يونتس، اور ذا ثري مين يونتس، الماس، اللينث، التايم. بس النقطه ايه بقى؟ ده انت تقدر تشكل منهم اي شكل من الايه؟ من الوحدات. بمعنى تسمع عن حاجه اسمها الفيلوسيتي، السرعه. ايه السرعه دي؟ سمعت عن حاجه اسمها الفيلوسيتي. طب الفيلوسيتي بتاعتي عباره عن ايه؟ يرمز لها بالرمز في، وتحط عليها فيكتور، دي يبقى اسمها فيلوسيتي. لو بتجيب الماجنيتيود بتاعها يبقى اسمه مين؟ سبيد. الناس اللي لسه عايشه في ايه؟ في الاجازه لسه، في ناس لسه ما بداتش على فكره. واخد بالك؟ وكل شويه يا جدعان الشتات دي، طب ايه المحاضرات دي؟ طب ايه مش اصحى كده الله يكرمك وركز معانا عشان ايه؟ السنه بدات ها؟ وخلاص الدنيا هتفرط منك لو صبرت كمان الاسبوع ده على نفس الريت ده، خلاص. بخ بقى. فاللي اسمها الفيلوسيتي، الفيلوسيتي عباره عن ايه؟ لو بنتكلم على ديستنس على تايم، صح؟ يبقى اليونت بتاعتها ايه؟ ها؟ اليونت بتاعتها عباره عن متر بير سكند.
دي بتاع الفي صح؟ ماشي. طيب تعال نكملهم في تيبل برضه عشان هنحتاج التيبل ده بعد كده. قلنا الفيلوسيتي اللي هي عباره عن ايه؟ ديستانس على تايم تبقى متر بير سكند، والفيلوسيتي بنسميها يا شباب في صح كده؟ طيب تسمع عن حاجه اسمها الاكسلريشن؟ ايه الاكسلريشن دي؟ اسمع مين يقول لي يعني ايه عجله؟ مين يعرف لي كده ايه العجله دي؟ لا لا عايز واحد اتفضل. يعني ايه معدل تغير السرعه؟ يعني ايه معدل؟ واحد قلنا واحد. يعني ايه معدل؟ زياده او نقصان في الايه؟ في الثانيه. يعني الحاجه دي بيحصل كم منها في الثانيه؟ بتزيد ولا بتقل؟ يعني بوزيتيف ونيجاتيف. ماشي؟ فالاكسلريشن هي عباره عن ايه؟ السرعه بتاعتك بتزيد او بتنقص كام كل ثانيه. يعني مثلا حضرتك ركبت عربيتك الصبح ان شاء الله ربنا يكرمك يعني، وكانت سرعتك زيرو، بعد ثانيه بقت 10، بعد ثانيتين 20 30 40 50، كل ثانيه بتزيد 10. يبقى حضرتك ايه اللي بيحصل يا رجاله؟ طبعا حكايه سرعه على زمن دي ده ايه؟ ده البيسك بس عشان افهمك شكل القانون، انما هي ما تبقاش كده. ده في حاجه اسمها الانستانتينيوس تفاضل السرعه بالنسبه للزمن، وفي حاجه اسمها الافريج متوسط سرعه على الزمن تبقى دلتا. خلينا ايه، بص خلينا نحط دلتا عشان نبقى برضه احنا في السيف سايد. ماشي، دلتا في. طب انت عندك دي متر على الثانيه وبتقسم على ثانيه، يبقى متر على الثانيه على الثانيه، يبقى متر على الثانيه ايه؟ تربيع صح. الحاجات دي لازم تبقى حاضره في دماغك على طول، ما بحفظهاش ده انا كده من كتر الاستخدام بتلاقيها لزقت في دماغك. طب نسيتها، خدها في جنب كده يا ريس واعملها، ما انت عارف ان دي متر على الثانيه، ونقسم على الثانيه كمان يبقى متر على الثانيه تربيع. طب يجي يقول لك ايه؟ طب حضرتك لو رحت ضارب الماس في الاكسلريشن، الاكسلريشن بيرمز لها بالرمز ايه؟ يبقى اسمها ايه؟ الفورس. يبقى الفورس بتساوي ايه؟ بتساوي ماس في اكسلريشن. طب مين يقول لي يبقى وحدتها ايه بقى؟ ها؟ هنا متر على الثانية تربيع، يبقى كيلو جرام في متر على الثانية تربيع. ده اللي اسمه ايه يا شباب؟ بنسميه ايه؟ بنسميه نيوتن. صح؟ طيب لو حضرتك جاي مثلا بتزق الديسك ده كده، وبذلت قوة ما، بذلت قوة ما عشان تبقى مفعول به، تمام تمام؟ المهم ومشيتها مسافة دي، اما تضرب الفورس في الديستنس يديك مين؟ برافو عليكم. يبقى الفورس في الديستنس بيديني حاجة اسمها الشغل صح؟ الورك او الانرجي، يعني ده يرمز لي بالرمز W او انرجي، عبارة عن فورس في ديستنس. يعني بنتكلم في ايه؟ كيلو جرام اهو، اضرب دي في متر، يبقى متر تربيع على ثانية تربيع، او اللي بنقول عليها نيوتن في متر، اللي بنسميها ايه بقى؟ جول. اسمها ايه؟ جول. ماشي. طب حضرتك بتعمل الشغلانه دي وقعدت تزق في دي مثلا 5 دقائق، ورحت قاسم الشغل على الزمن اللي عملت فيه الشغل، يديك مين؟ برافو عليك. يديني حاجه اسمها الباور. الباور اللي هي بي عبارة عن ايه بقى؟ شغل على زمن. يعني انت بتتكلم ده اقسمه على زمن، يبقى كيلو جرام في متر مربع على سكند كيوب. ده اسمه ايه بقى؟ الجول على الثانية. الجول على الثانية اسمه ايه بقى؟ اسمه وات. يبقى ده نيوتن جول وات. دي كده الحاجات الايه؟ تعرف ازاي تطلع الحاجات دي من بعض. ماشي كده؟ دي طبعا القوانين البيسكس اللي حضرتك عارفها. طب افرض جاب لي حاجه مش عارفها. بمعنى
يجيب لك مثلا قانون يقول لك جيفن ده اكزامبل نمبر 1 الفورس بتساوي جي ماس 1 ماس 2 على الار سكوير حيث دي ماسز ودي ديستنس ودي فورس ايه المطلوب فايند ذا يونت اوف الجي يلا جيبها ها كشكولك واشتغل لا في كشكولك دلوقتي ايه بتعمل ايه حضرتك هات لي الجي في طرف وبقيت الحاجه في طرف ماشي نجيبها في طرف مين يجيب بقى القانون يبقى شكله ازاي الجي بتساوي ايه بقى اف ار سكوير على ام 1 ام 2 طب الاف دي بالايه بالنيوتن صح والار سكوير بالمتر سكوير ودي متر في سوري كيلو جرام في كيلو جرام يبقى كيلو جرام تربيع يبقى نيوتن في متر مربع على كيلو جرام تربيع ماشي يا رجاله ده كونستانت اسمه اليونيفرسال جرافيتيشنال كونستانت الثابت العام للجذب او ثابت الجذب العام ماشي وده اللي هناخده ان شاء الله في النص الثاني من المحاضره صعب الكلام ده تمام دي كده اليونت دي كده مين يعني ايه يونت ونجيبها ازاي يعني ايه البعد يعني اليونت دي بعدها ايه يعني مثلا اما اقول لك كده اما اقول لك كده كيلو جرام وجرام وباوند دول يشتركوا كلهم في انهم ايه انهم ماس صح كلهم كتل صح كده وبالتالي البعد بتاعهم هم عباره عن كتل فقال لك خلاص الدايمنشن هو اصل الحاجه اللي هي كل دول عباره عن كتله فقال لك هنرمز للكتله برمز قال لك لو انت عندك ماس تسميها ام كابيتال طب واي لينث نسميه ال كابيتال طب واي اس نسميها تي على اساس انها طيب يبقى ايه هما الثري بيسك دايمنشنز ام وال وتي ماس لينث لينث وايه تاني وتايب ماشي يعني انا لو عايز اجيب الدايمنشن بتاع كل واحده من دول مين يقول ها من يقول الدايمنشن بتاع المتر بير سكند نتكلم ازاي متر يعني طول يعني ال على الثانيه يعني ال على تي يعني ال في تي اس ناقص 1 بنكتبها كده ال تي ماينس 1 طب الدايمنشن بتاع الفيلوسيتي الاكسلريشن يبقى ايه برافو عليكم ال تي ماينس 2 صح طب النيوتن اللي هو ايه كيلو جرام في متر على الثانيه تربيع يبقى ايه ام في ال تي ماينس 2 اللي هي دي هنضربها في ماس في ام طب بعد كده تضرب دي في ايه في متر كمان تبقى ام ال تربيع تي ماينس 2 وبعدين نقسم دي على ثانيه تبقى ام في ال تربيع تي ماينس 3 كل اللي هتعمله حضرتك ايه هات اليونت وحول الكيلو جرام لام كابيتال وحول الام المتر لال وحول الاس اللي هي سكند لتايم صعب الكلام ده في مشكله يبقى انا اعرف اجيب طب مين يقول لي بقى في الحاله دي الدايمنشن بتاعه الجي تبقى كام ها في الحاله دي في الحاله دي حضرتك مضطر ايه تفك النيوتن صح كده ماشي ام في ايه الام دي عباره عن ايه كيلو جرام طب والايه ها عباره عن متر على الثانية تربيع يبقى انا عندي الكلام كده كيلو جرام في متر وادي ثانية تربيع وادي متر تربيع وادي كيلو جرام تربيع صح كده؟ دي الام دي تربيع؟ دي تربيع؟ اه سوري انا طلبتها وبعدين حطيتها كده يبقى كيلو جرام في متر تربيع طيب يبقى الكلام ده بيساوي ايه؟ ها؟ يبقى متر اس 3 على ثانية تربيع كيلو جرام تربيع
سوري ما احنا طيرنا دي صح. كيلو جرام جهه كيلو دي انا عندي كيلو جرام. طب مين يحول دي بقى؟ احنا متعودين نحط الام الاول تبقى دي ام ايه؟ ماينس 1 وبعدين المتر يبقى ال 3 و ماينس 2 يبقى ده مين؟ ده الدايمنشن بتاعي. طب ده وارد يجي لي في امتحان ممكن يجي لك حته زي دي مثلا يقول لك الدايمنشن بتاعي للجي كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا صح؟ هبقى حافظها؟ لا ما تعملها حضرتك مش بتعرف؟ هو ده مطلوب. طيب دي جزئيه. يبقى جزئيه من الجزئيات اللي عايزك حضرتك تتعلمها في موضوع الدايمنشن ده ازاي تجيب الدايمنشن بتاع اي ماده؟ الاول يعني ايه دايمنشن؟ وازاي تجيب الدايمنشن بتاع ايه؟ بتاع اي ماده او بتاع اي يونت او بتاع اي كوانتيتي فيزيكال كوانتيتي. ماشي؟ تمام. يبقى احنا خلصنا النقطة الثانية في المحاضرة أو في النص الثاني من المحاضرة. طيب، سؤال بقى، هو الموضوع الدايمنشن ده مفيد؟ أه مفيد. يعني بعمل به إيه؟ يعني أنا كمهندس كده هستخدم الدايمنشن والحاجات إزاي؟ بص يا سيدي، في استخدامين مهمين أوي. أول استخدام إن أنت تعرف تعمل تشيك على أي معادلة إذا كانت المعادلة دي صح ولا لا. ماشي؟ عن طريق مين؟ عن طريق دايمنشن أناليسيس. باستخدام خاصيتين، الخاصيتين دول لازم تكون عارف البوينتس. إيه هما الخاصيتين دول؟ يبقى أول حاجة التشيك أوف سيركل إيكويشن. تشيك the correction of certain equation. هختبر مدى صلاحية equation معينة. ركز بقى. تيجي انت فاكر معادلات الحركة بتاعت نيوتن. انت فاكرهم؟ كم معادلة؟ تلاتة. وفي معادلة بيطبقوا عليها رابعة بس مش مشكلة. المهم هم تلاتة. حتى فاكرهم؟ ها؟ عند سواء شرط زي النون وعند ربيع سواء شرط زي الف وايه تاني؟ وفي سواء شرط زي كوسين وتي تربيع. مش كنت بتحفظهم كده في الثانوية؟ تمام. تمام. فتيجي مثلا حضرتك بتقول ايه؟ انت احتجتها في الميكانيك، اهي مش فيزياء بقى ولا بتاع. احتجت معادله زي دي في الميكانيك، فقلت ايه بقى؟ عين بتساوي عين صفر زائد جيم نون. صح؟ طب ما هو في معادله ثانيه بتقول لك زائد نص جيم نون تربيع، صح؟ فانت رحت جاي عملت كده. اتلخبطت بينها وبين الثانيه. وحليت المساله. ماشي خطوة الثانية الثالثة بس قلبك كده مقبوض يا ولدي ماشي وبتضرب بعينك كده بصيت المعادلة دي شكلها كده مش عاطفي صح؟ المعادلة دي كده يا جدعان فيها حاجة غلط بس ايه هي حاجة غلط؟ أنا مش عارف طب تعمل ايه؟ اعمل لها دايمنشن أناليسيس شروطه ايه؟ بص بقى ركز معايا كده أول شرط هو شرطين عشان يبقى إيه تعمله صح. أول شرط هسألك سؤال لما أجي أقول لك إيه؟ بص على الناس اجمع لي 5 نيوتن زائد 3 كيلو جرام يبقوا بيساووا كام؟ عبد ولا إيه؟ صح؟ بينك وبين نفسك كده بتوع الهندسة تبص عليهم دماغك ليه بيضحك عليا في حاجة يعني صح؟ طيب بيساوي كام؟ هتقول لي بيساوي 8، طب 8 ايه؟ 8 ايه؟ كيلو جرام من نيوتن؟ مش هتعرف تحضر تاني صح؟ طب هقعد اقول لك مثلا 5 نيوتن بيساوي 5 كيلو جرام، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ ما هو اصلا لازم يبقى لي سنس يعني مش حاجه كده ما ايه ايه 5 نيوتن 5 كيلو جرام؟ عامل زي مثلا اقول لك ايه؟ هي القطة أصغر ولا الزرافة أطول؟ الفيل أدخل طبعاً صح؟ بالظبط كده، فهي من الأسئلة اللي مالهاش معنى دي يعني فيزيائياً ما ينفعش، صح كده؟ هي دي النقطة اللي أنا عايز إيه؟ عايز أوصلها. يبقى أنا عندي شرطين، أول حاجة إيه؟ أول حاجة اللي على اليمين اللي يساوي لازم يبقى ليه نفس الدايمنشن اللي على الشمال اللي يساوي، دي أول خطوة. لازم تتأكد منها. عشان تقول كذا بيساوي كذا لازم يبقى ليهم نفس الدايمنشن. طب ينفع تقول كده؟ ينفع تقول كده. 5 متر بيساوي 500 سم، صح؟ ايوه صح. هو 5 متر فعلا بيساوي 500 سم، صح؟ ايه ده على الرغم ان اليرود مش واحده، ده
دي متر ودي سنتي، بس الدايمنشن واحد، ده مين وده مين؟ ده الجد وده لد، صح كده؟ ماشي. يبقى اول دي اول خط، اللي على يمين اللي يساوي يساوي ده على شمال يساوي. طب تاني خطوه، الحاجات اللي مجموعه او مطروحه مع بعضها لازم يبقى ليها نفس الدايمنشن. ما انا قلت لك ما ينفعش يكون 5 و3، 5 نيوتن و3 ما ينفعش، صح كده؟ يبقى لازم يساووا بعض. طب عشان تتاكد ان المعادله بتاع المعاليك اللي شغال دي في المساله اللي هتطير منك ال 10 درجات بتوعها صح، تعمل ايه؟ اول خطوه ترجع المعادله كده واسيبها لي نصين من عند اليسار، وتشوف كده الطرف الشمال بتاع المعادله دي عباره عن ايه؟ فيلوسيتي. طب مين يقول لي ده مش بتاع فيلوسيتي؟ ال تي ماينس 1 ده الطرف الايه؟ الشمال من المعادله. يبقى الطرف اليمين بتاعها لازم الدايمنشن بتاعه يبقى ال تي ماينس 1 عشان تبقى صح. طب تعال نشوف الطرف اليمين، ده الطرف اليمين ده متكون من شقين. طب تعال نشوف كل واحد فيهم عباره عن ايه؟ الاولاني ده سرعه يبقى ال تي ماينس 1 مره زائد. طب الثاني عجله ال تي ماينس 2 مضروبه في تي سكوير يبقى تي سكوير. يبقى هنا ايه؟ ال تي ماينس 1 بلس تي مع دي ال. ينفع تجمع ال تي ماينس 1 اللي هو سرعه على ال اللي هو طول؟ ما ينفعش، يبقى في حاجه غلط. طب ايه اللي يخلي دي صح؟ ان ده ما يبقاش موجود، مفيش تلبيه. فلما تيجي تضرب دي كده تبقى ال تي ماينس 1، ال تي ماينس 1 بلس ال تي ماينس 1 لما تيجي تجمع سرعه على سرعه المحصله سرعه، يعني المحصله بتاعت دول برضه هتبقى ال تي ماينس 1. خلي بالك ال تي ماينس 1 وال تي ماينس 1 اثنين ال تي ماينس 1. لا انا ما بجمعش جمع جذري، ده انا ايه؟ انا عايز اقول لك ايه؟ سرعه زائد سرعه، يبقى المحصله بتاعتهم اسمها سرعه، هو ده المطلوب. ما بجمعش جمع جذري يعني، عشان بس الناس اللي تبقى مركزه. يبقى ايه ده؟ تقول لي كده ان الليفت هاند سايد الدايمنشن بتاعه بيساوي الدايمنشن بتاع الرايت هاند سايد، يبقى المعادله بتاعته صح. ممكن تيجي مثلا في امتحان ممكن يجي يقول لك كده check the validity of this equation، اعمل check على صحه المعادله دي، قول لي صح ولا غلط. هتعمل لي الكلام ده، تقسم من عند اليساوي الناحيه اليمين كذا، الناحيه الشمال لو اكتر من كيرف نفس القصه. الحاجات اللي مجموعه مع بعض بالشكل ده لازم الاقيها نفس الدايمنشن. طب اسالك سؤال، الحاجات اللي مضروبه في بعض لازم الاقيها نفس الدايمنشن؟ لا. المضروب؟ لا، ده انا بضرب متر او بضرب كيلو جرام، بضرب في متر على ثانيه تربيع يروح معامل لي واحده جديده خالص اسمها كيلو جرام في متر على ثانيه تربيع اللي اسمها نيوتن. فالضرب عادي، انما جمع وطرح يبقى ايه؟ نفس الايه؟ لازم يكون نفس الايه؟ نفس اليوتن او بالاخص نفس الدمنشن. ماشي يا شباب؟ يبقى ده كده اول استخدام. احنا شغالين فين دلوقتي عشان الناس اللي تاهت؟ استخدامات الايه؟ الدايمنشن. ماشي؟ يبقى ده اول استخدام، اول استخدام عباره عن ايه؟ بستخدم الدايمنشن هاو تو تشيك ذا كوركشن اور هاو تو تشيك ذا فاليديتي اوف ا سيرتن ايكويشن. دي جزئيه. طب الاستخدام الثاني، مش انت فاكر كان في معادله بتقول لك ان الفورس بتساوي ام في سكوير على ار، خدت دي قبل كده ولا لا؟ تمام، جيت انا نسيت. بس انا في دماغي ايه؟ ان الفورس ليها علاقه بالام والفي والاو. بس شكل العلاقه دي ايه؟ ام في على ار. ام في سكوير على ار. لا مش فاكر. ام في على ار سكوير. لا ده هي ار على ام في، وكل واحد بقى يطلع له افتكاسه في القعده بقى. واخد بالك؟ المهم احنا كلنا متفقين ايه؟ احنا كلنا متفقين ان الاف تعتبر فانكشن في الكلام ده ام وفي وار. مين يحل الدايليما دي؟ مين يحل المعضله دي؟ الدايمنشن اناليسيس. لو انت متاكد ان دي لها علاقه بشويه بارامترز كده تقدر تطلع شكل العلاقه بالدايمنشن اناليسيس ازاي؟ بص يا سيدي، هنا انت كنت بتتشيك المعادله صح ولا لا؟ هنا بتفرض معادله وتقول انها صح وتحل على اساسها. ازاي؟ بص بقى وركز معايا كده. اول خطوه تعملها تقول لي ان الاف ها بتتناسب مع ام في v
كبير. ليه؟ انت اجبرتني انهم الثلاثة مضربين في بعض. مش على الله. مش يمكن مقسوم على واحد فيهم؟ مش يمكن واحد فيهم متربع؟ مش يمكن واحد فيهم متربع بس بالمقام؟ فالكلام ده ما ينفعش. طب عشان تفرض الحالة الجنرال تعمل ايه حضرتك؟ تحط لي هنا كده. قص A، قص B، قص C. كده عافيت نفسك من الحالة اللي هو ايه؟ والله ايه طلعت بواحد يبقى قص واحد. طب الايه طلعت بناقص واحد يبقى هي في المقام. طب الايه طلعت باثنين يبقى متربعة. طب الايه طلعت بناقص اثنين يبقى متربعة وبتنزل تحت. انت فاهم قصدي؟ يبقى دايما لما اجي افرض حاجة بفرض الحالة الجنرال اللي تنفع الكل. يبقى ايه رأيك تاني خطوة؟ يبقى أول خطوة هتفرض بص بقى الفرصة في ناحية. طب والحاجات اللي هي معتمدة عليها كذا وكذا وكذا هتضربهم في بعض وترفع لكل واحد قص مختلف. A و B و C. طيب يعني الكلام ده بيساوي ايه؟ تقدر تكتبه كده. كونستنت في M في V في R قص A قص B قص C. ينفع؟ تمام. تاني خطوة. دايمنشن. يعني ايه دايمنشن؟ فوق كل كمية من فوق للدايمنشن من تحت. بمعنى بص كده الدايمنشن بتاع الفورس عبارة عن ايه؟ حد يفتكر؟ ها؟ ام ام تي ماينس 2 صح كده؟ اللي هي ايه؟ كيلو جرام في المتر على الثانية في الفيل بيساوي الدايمنشن بتاع الكي ده كونستنت والكونستنت ده مدرج ثابت التناسب يعني ضعف ثلاث اضعاف خمس اضعاف ماشي؟ فده ملوش دايمنشن اتس دايمنشن ليس. دايمنشن ليس يعني ايه؟ ملوش دايمنشن كده كده. دايمنشن ليس كوانتيتي كميه ليس لها ابعاد وما لهاش وحده. زي مثلا لما اقول لك ايه؟ تعرف عن حاجه اسمها الكثافه النوعيه؟ تسمع عن الكثافه النوعيه؟ الكثافه النوعيه عباره عن ايه؟ يقول يعني ايه كثافة نوعية؟ الناس اللي قاعدة ورا خالص بتوع الدرجة التالتة يعني ايه كثافة نوعية؟ كثافة أي حاجة على كثافة مين؟ المية. يعني أنت بتقول كثافة دي بالنسبة للمية كام في المية منها؟ دي اسمها الكثافة النوعية. يعني أنت بتقسم يا حضرتك كثافة على كثافة طب الكثافة على كثافة مش دي وحدة ودي وحدة نفس الوحدة؟ يعني ملهاش وحدة صح؟ بيسموها ايه؟ دايمنشن ليس كوانتيتي كمية ليس لها أبعاد ماشي؟ هتبقى حاجه مقسومه على نفس الحاجه دي. نرجع للموضوع تاني. بص كده يا ريس يبقى ام ان تي ماينس 2 بيساوي دي ايه؟ خلي بالك دي كتله مش دي كتله؟ الماس دي ماس ماشي؟ والكتله بالايه؟ بالكيلو جرام او الدايمنشن بتاعها ام. بص ايه؟ صح كده؟ طيب الفيلوستي مين يقول لي الفيلوستي سوفا ايه؟ الفيلوستي ال تي ماينس 1 خلي بالك مرفوعه الاس بي اوعى تنسى انها فيها اس. طب بعد كده الار دي عباره عن ايه؟ الار دي مسافه يبقى ال تو ذا باور سي. تمام؟ ماشي. بص هندسه تالت خطوه ما تضربني نقطه بعد كده تلمهم ازاي؟ يعني بص تبقى ام ال تي ماينس 2 بيساوي ال M مفيش غير M واحدة يبقى M to the power A. طب وال L؟ هنا C وهنا L أس B يبقى L أس كام؟ B زائد C. صح؟ بقية دي يا ريس؟ T أس ناقص واحد في B يبقى T أس ماينس B. صعبة؟ ها؟ مين تاه؟ كم واحد تاه؟ اللي تاه يرفع ايده ادي واحد اللي بعده مين تاه؟ خلاصة اللي عملناه لحد دلوقتي عملنا ايه؟ أنا قلت لك دي الف تعتبر أو الاف تعتبر فانكشن في الام والفي والار اضربهم في بعض. تبقى الفورس بتتناسب معاهم مضروبين في بعض بس كل واحد شايل أس مختلف A وB وC. تاني خطوة شيل دي وحط علامة التناسب حاجة زي الكونستنت أو بيساوي الكونستنت لما تكون في الحاجة دي. بعد كده فك كل واحدة من دول الدايمنشن بتاعها. الاف ام ال ام ال تي ماينس 2 وادي ام وادي ال تي ماينس 1 وادي ال كل واحد مرفوع على الاس لما دول على بعض اهو بقى المعادله دي. ارجع بقى لموضوع الدايمنشن مش انت كنت بتقول لي هندسه عشان المعادله تبقى صح لازم اللي على يمين اللي يساوي اللي على الشمال اللي يساوي يعني دي نفس الدايمنشن. يعني حضرتك لو في ام هنا اس واحد لازم يبقى الناحيه دي في ام اس واحد صح؟
يبقى إذا تقول لي كده فور الام. بالنسبة للام تساوي الأسس هتساوي الباورز. الام هنا أس كام؟ أس واحد. بيساوي الام هنا أس كام؟ ايه؟ يبقى الام تساوي أشتغل على الام ولا التي بعد كده الأول؟ التي أسهل. فور التي. التي هنا ناقص 2. طب والتي هنا؟ بتساوي ماينس بي. يعني من الاخر البي بتساوي 2. ادي المطلوب الثاني. ها اخر حاجه بقى 4 الايه؟ الباور. الام بتاعتك هنا الباور بتاعها كام يا شباب؟ اسمع. لا مش سامع. الناس نامت ولا ايه؟ الام بتاعتك هنا الباور بتاعها بي بلس سي الناحيه دي. طب وهنا؟ بيساوي صح كده؟ طب ما انت عندك البي بتساوي 2 يبقى 2 زائد السي بيساوي 1 يبقى السي بتساوي كام؟ ها؟ دي تروح الناحية دي ماينس 1. يبقى انت عملت ايه دلوقتي؟ انت جبت الباورز بتاعت مين؟ بتاعت كل واحدة من دي. خد الباورز دي بقى عوض فيها في المعادلة الأصلية اللي حضرتك كنت فاضلها. تبقى الإف بتاعتك بتساوي كام بقى؟ ثابت. ام تو ذا باور ايه؟ فين الايه؟ الايه بواحد يبقى ام. والفي تو ذا باور بي البي بكام؟ باثنين يبقى بي تربيع. والسي تو ذا باور ماينس 1 يبقى ار تو ذا باور ماينس 1. طب ظبط دي كده شويه يبقى الاف بتاعتها بتساوي ام في الفي سكوير على الار مضروبه في البي. ده ثابت. ماشي. طب ظروف القانون بقى ايه هنا؟ انا عندي طلعت فعلا ان الاف بتساوي ام في سكوير على ار. طب اوكي انا عارف ان دي اصلا مستقل يعني الدايمنشن اناليسيس ما بيطلعلكش ثابت التناسب ما بيطلعش كده. طب ثابت التناسب ده نجيبه منين؟ من حاجه اسمها الانيشال كونديشن. بقول لك ايه؟ لما كانت الام بكذا والفي بكذا والار بكذا كانت الفورس بكذا. تعوض المعادله تطلع مين؟ الكيلو. في حالتنا دي بيطلع الكيلو بتاع الجوال. فالخلاصه ايه؟ انت عملت ايه سعادتك؟ انت حضرتك حطيت لي الايكويشن. ماشي؟ حطيت لي الايكويشن الاول حطيتها لي كفانكشن. انا عارف ان الاف فانكشن في الحاجات دي. فكيت كل واحده بالدايمنشن بتاعها وفرضت المعادله صح وبناء عليه يبقى الدايمنشن متساوي. يعني لو هنا ام اس 1 يبقى هنا ام اس 1، هنا ام تربيع يبقى هنا ام تربيع. تعمل الكلام ده تطلع شكل الايكويشن بتاعتك بالشكل ده. وزي ما قلنا الدايمنشن اناليسيس ما بيطلعش قيمه الكونستانت. الكونستانت لازم يديك كونديشن تاني عشان ايه تطلعه منه. ماشي يا رجاله؟ وده كده كان الاستخدام الاخر لمين؟ للدايمنشن اناليسيس. ماشي. هي الايكويشنز اللي بتكنترول الحركه دي على الرغم من ان كان في زي ما قلت لك داتا كتير قوي في الموضوع لم ينظر اليها الا لما جه مين؟ ايزاك نيوتن، اسحاق نيوتن. ماشي. وطبعا القصه بتاعت ايه اللي كان قاعد تفاحه وقعت فوق دماغه فما رضيش ياكلها والقصص اللي انتوا عارفينها دي. يقال ان دي قصه اصلا وهميه وايه والموضوع ما كانش كده خالص. بس anyway يعني بفرض انها قصه حقيقيه فايه فبدا يعمل ايكويشن. والايكويشن دي قال لك ايه اللي يخلي لو فرضنا ان القصه صح يعني ان التفاحه دي تنزل على الارض وكده يبقى فيه نوع من انواع مين؟ نوع من انواع التجاذب بين الارض وبين مين؟ وبين التفاحه. قوه التجاذب دي قدرت تخلي التفاحه تتحرك انما الماس بتاعت الارض منها كبيره فما قدرتش تروح ناحيتها. تمام؟ وبدا بقى يفسر كمان يقول لك طب ما كده يبقى فيه يبقى هي دي نفس القوه اللي بتخلي القمر يلف في مسار حوالين الارض. طب ليه هو ما بيقعش؟ وجي بعد كده واحد اسمه كيبلر هناخد برضه حط مجموعه قوانين كده ثلاث قوانين بدات تفسر الحركه دي بمساعده القوانين اللي حطها مين؟ اللي حطها نيوتن. طب ايه كان قانون الجاذبيه اللي عمك نيوتن ده اشتغل عليه؟ تمام؟ قانون الجاذبيه بتاع نيوتن ده اولا الشابتر ده
هتدرس فيه ايه؟ احنا بنتكلم في النيوتنز لو اوف جرافيتي دلوقتي. هتدرس فيه ايه؟ هو التجاذب اللي بين الاجسام بيتم ازاي؟ والقوة دي عبارة عن ايه؟ طب ايه علاقة التجاذب اللي بين الاجسام بحركة الكواكب حوالين الشمس او حركة الاقمار حوالين كواكبها؟ هندرسه برضو في الشابتر ده، واخد بالك؟ طب تأثير دوران الارض ايه على الناس اللي عايشين عليها؟ طب عجلة الجاذبية بنحسبها ازاي؟ ايه عجلة الجاذبية اصلا؟ يعني ايه عجلة الجاذبية؟ ماشي برضو. طب لو غيرت الكوكب، حضرتك كنت عايش هنا وبعدين ربنا كرمك بفيزا للقمر فطلعت قعدت فوق، طب جاذبيتك تبقى هنا ازاي؟ وزنك يبقى هنا ازاي وهنا ازاي؟ كل الحاجات دي هنتعرف عليها فين؟ في الشابتر اللي احنا شغالين فيه ده. تمام؟ تمام. نيوتن قال لك ايه بقى في القانون؟ قال لك every particle in the universe، كل particle في اليونيفيرس attracts every other particle، بيجذب كل البارتكلز التانية with a force، بقوة. أي بارتكل موجود في الكون بيجذب البارتكلز التانية بقوة. القوة دي ظروفها إيه؟ تتناسب طردي محاصل ضرب الكتلتين وعكسي مع مربع المسافة اللي بينهم. ده اسمه قانون تجاذب بتاع نيوتن. ماشي؟ تعالى نكتبه كده في إيه؟ في إيكويشن. طبعًا يعني أنا إيه؟ مش هجيب لك امتحان مثلًا أقول لك إيه؟ سمع قانون نيوتن، بس حتى لو قلت لك كده انا مش عايزك تكتبه زي ما انا قلت، اكتبه باسلوبك انت. ماشي؟ وغالبا ما احنا ما بنجيبش، عارف انت الاسئله بقى النظري والدش والحاجات اللي فيها كلام كتير دي، احنا ما بنحبش الكلام ده هنا. تمام؟ ممكن تلاقي مثلا امتحان الفيزياء بتاع السنه اللي فاتت ورقتين وش وضه. ماشي؟ كان في حوالي كام؟ 8 في 3 24 مساله. في 4 ساعات. ماشي؟ مطلوب من حضرتك تحل 24 مسألة في 4 ساعات. ما فهمش حتة نظري مثلا. يعني مش بقعد أسألك أسئلة نظري ومش عارف إيه وكده يعني. لا، أنا عايز كلية الهندسة كلية التطبيق. هو ده المهندس. ماشي؟ مش هي القصة كلها مش قصة إيه؟ أنا محفظك كلمتين وتيجي تقعهم لي. لا. تمام؟ نرجع لموضوعنا تاني. فالقصة بيقول لك إيه؟ إن أنت لو عندك الخلاصة بقى، لو عندك كتلة اسمها ام واحد، كتلة تانية اسمها ام اتنين بالشكل ده، والمسافة بين الكتلتين اسمها ار. لما اقول المسافة بين الكتلتين يبقى المسافة من السنتر للسنتر، بعمل الكتلة على انها من السنتر، فالمسافة من السنتر للسنتر اسمها ار. فبيقول لك بين الكتلتين دول بيبقى فيه قوة. ظروفها ايه القوة دي؟ القوة دي بتتناسب طردي محاصل ضرب الكتلتين. ماشي؟ وبتتناسب عكسي مع مربع المسافة. عشان كده القانون ده بيسموه قانون التربيع العكسي. ماشي؟ يعني ايه قانون التربيع العكسي؟ اللي هو بيتناسب مع مربع المسافة يعني. هناخد قانون شبهه بالظبط في الترم الثاني ان شاء الله بتاع مين؟ كولومز لو، بس بدل ما تبقى كتلات هتبقى شحنات. ماشي؟ ده القانون. ماشي؟ جه واحد بعد كده اسمه كافندش، اسمه ايه؟ كافندش، وقال لك المفروض ان ده تناسب، يبقى فيه هنا ثابت، صح كده؟ الثابت دوت عبارة عن ايه؟ قال لك الثابت ده سماه جي كابيتال، يبقى ام واحد في ام اتنين على الار سكوير، ده القانون بتاعي. الثابت ده اسمه جي، وقال لك الجي ده سماه ايه بقى؟ universal gravitational constant، ثابت الجذب العام او ثابت الجذب الكوني، اللي هي قيمته كام؟ 6.67 في 10 اس ناقص 11، اللي هو اليونت بتاعته تبقى كام؟ لسه جايبينها من شويه، عباره عن ايه بقى؟ ها؟ نيوتن في متر مربع على كيلو جرام تربيع. ده قانون ايه؟ قانون التجاذب العام بتاع نيوتن. ماشي يا شباب؟ صعب الكلام ده؟ يبقى الثابت ده حضرتك بتحفظه. بص، هو في الامتحان بنديه، بديهولك في الامتحان.
اقول لك كده بعض الثوابت اللي حضرتك ممكن تحتاجها، الجيب كذا، ولكن انت اصلا لو بتذاكر هتلاقي نفسك حفظته. يعني انت لو حليت مسالتين ثلاثة أربعة، يعني بتذاكر يعني ايه؟ يعني مش تروح البيت وتمسك الكراسه بتاعتك وتقعد تقول ايه الجي بتساوي 6.7 كده، لا لا، بتذاكر يعني حليت مساله 2 3 4 5 باستخدام القانون ده، خلاص لزق في دماغك يا ريس، انت تحفظه من غير ما تاخد بالك. ماشي؟ فده مين؟ ده قانون، ده اسمه ثابت الجذب الكوني. السؤال بقى بيسموه كوني ليه؟ بيسموه يونيفرسال، جاي من يونيفرس. عارف يونيفرس؟ تسمع عن مسابقه ميس يونيفرس؟ يونيفرس يعني ايه؟ الكون، يعني ملك الجمال الكون، على المريخ بقى وعلى الاورنس وكل حاجه من دول، واخد بالك؟ طيب ده ثابت الجذب الكوني ليه؟ لانه الثابت ده هو هو نفس الثابت على اي مكان في الكون، قيمته ثابته. ماشي؟ ماشي. بص بقى معايا، يبقى ده القانون، الفورس بتاعتي كماجنيتيود قيمه الفورس بتساوي ايه؟ جي في كتله الاوليه في كتله الثانيه على ار سكوير. طب اتجاه الفورس هو ده اسمه قانون مين؟ لا اسمع، الناس اللي ورا نامت، اسمه قانون ايه ده؟ اسمه قانون التجاذب. يعني القوه عباره عن قوه ايه؟ ارجاله لورا، القوه عباره عن قوه ايه؟ تجاذب. بص بقى وركز عشان الحته دي الناس بتغلط فيها كتير. يعني اما اجي اقول لسعادتك هي فين القوه اللي بيأثر بيها الجسم واحد على الجسم اثنين؟ ارسمها فين؟ عند واحد ولا عند اثنين؟ ها؟ لما اقول لك كده القوه اللي بيأثر بيها الجسم واحد على الجسم اثنين اهي، اف واحد على اثنين. ماشي؟ واجي اقول لك كده القوه اللي بيأثر بيها الجسم اثنين على واحد اهي، يبقى اف اثنين على واحد. ما هو بالفككه كده، اما اجي اقول لك ايه، امسك حبل وانا ماسك حبل وتعالى نشد، صح؟ انا بشدك كده، صح؟ يبقى تاثيري عليك ازاي؟ سهم طالع منك جاي لي، صح؟ طب وانت بتعمل فيها ايه؟ بتشدني كده، صح؟ يبقى تاثيرك عليا سهم طالع مني رايح لك. شوف انا بقول ايه دلوقتي والناس بتغلط فيها برضه. يجي يقول لك ايه؟ تاثير دي على دي اهو غلط. على الرغم من ايه؟ ان هم بيساووا بعض اصلا. يعني تيجي تقول ايه؟ ان الاف واحد اتنين كماجنيتيود هي الاف اتنين واحد. طب الفرق فين؟ ها؟ they both have opposite directions. الدايركشن بتاعهم ايه؟ مختلف. صعب الكلام؟ فيها مشكلة دي؟ يبقى تمام. يبقى لو حضرتك عاوز تجيب الفورس اللي بيأثر بيها جسم على التاني، الفورس بتساوي ايه بقى؟ ثابت في الكتلة الاولانية في الكتلة التانية على مربع المسافة اللي بينهم. ماشي؟ ها؟ في مشكل؟ تمام، زي الفل. يبقى دي كده أول جزئية. طب لو أنا جيت سألتك سؤال، ما تحسب لي كده يا ريس، الراجل ده وزنك كام؟ الكتلة بتاعتك كام؟ برضه؟ وأنت؟ 80. يبقى 71 هو 81. المسافة بينهم ليت سي إنها مثلا إيه؟ 4 متر. خلاص؟ احسب لي بقى الفورس اللي بين زميلينك ودول. 81 كيلو، 71 كيلو، والفورس والمسافة بينهم 4 متر. يلا يا رجالة، قول لي تطلع كام؟ اكتب. يلا يا شباب. طلعت 2.33 10 to the power minus 8 نيوتن. صح كده؟ طلعت كده، مين ما طلعش معاه كده؟ طلعت 2.33 من 100 في 10 أس ناقص 8 نيوتن. القوة دي كبيرة ولا صغيرة؟ صغيرة جدا، ده 10 أس ناقص 8، يعني مقسومة على واحد وقدامه 8 أصفار، فقوة ضئيلة جدا. صح كده؟ وبناء عليه الاثنين ما راحوش جايين كده ولازقين في بعض، لأن القوة ضعيفة ما تحركش حد فيهم. صح؟ تمام. إنما لما بنيجي نتكلم على السكيل بقى بتاع الماسز الكبيرة، على الكواكب بقى والأقمار والحاجات دي، القوة دي بتبقى ليها ايه؟ قيمة معقولة يعني. هناخد ان شاء الله الترم الجاي لما نيجي نقارن بقى القوة دي بالقوة الكهربية، هتلاقي القوة الكهربية اكبر بكتير. ماشي؟ وهديك ان شاء الله ايه؟ مسائل الكترونين بينهم قوة، هات لي القوة الناتجة عن الجرافيتيشن والقوة الناتجة عن الايه؟
الكهربية هتلاقي فرق كبير جدا بين الاثنين. ماشي تمام كده؟ الناس اللي قاعدة مكسلة وما بتشتغلش معانا وما بتحلش الشغل ده عشان خاطرك انت. ليه؟ زي ما قلت لك الهندسة هي علم التطبيق، فلازم حضرتك تحس بالأرقام، لازم تبقى ايه؟ المهندس لازم يبقى حسيس. عارف يعني ايه حسيس؟ يعني عينه بتشوف الأرقام صح. يعني انت متعود تعمل حسابات لحاجة معينة، فطلعت الحق انت غلطت في حسبة، أول ما تشوف الرقم تقول الشغلانة دي صح ولا غلط؟ من ايه؟ في سنسور كده جواك يقول لك لا ده في حاجة غلط. أو أنت متعود تحسب حسابات مش عايز كلام، في حاجة غلط. وعلى فكرة مش بس كده، ده حساباتك هتبقى حسب الفيلد اللي أنت شغال فيه. يعني حضرتك مثلا لما تطلع تشتغل مهندس إلكترونيات وعندك بتصمم دايرة إلكترونية وبتاع ومش عارف إيه وكده، وبتصور الكرنت هنا يبقى كذا، وبتحسب الكرنت في حتة، طلع لك مثلا الكرنت مثلا إيه؟ مثلا 200 ملي أمبير. 200 ملي امبير يعني 200 في 10 اس ناقص 3 يعني 2 من 10 امبير. ميك سنس صح كده؟ زميله بقى شغال في شركه الكهرباء في شركه النقل وحصل عطل في الشبكه، ففي كابل وقع من على الطريق الصحراوي، فجه يحسب الفولت، حسب الكرنت بتاع الفولت طلع 400 كيلو امبير. تمام؟ تخيل بقى لو الراجل ابو الكترونيه ده غلط في الرقم وراح طالع معاه 200 كيلو امبير، ده هيولع في الدنيا. ماشي؟ فالارقام مختلفه حسب مجال شغلك، فلازم تبقى انت حساس للرقم، الرقم ده ما يطلعش كده، في حاجه غلط. ماشي يا رجاله؟ كبيرك في الكليه ايه؟ هتاخد المساله غلط. انما لما تطلع تشتغل في شغل والناس تعمل شغل على هذا الاساس ممكن يروح فيها ارواح ناس. ماشي؟ عشان حته مهندس ايه؟ مستهتر مش فاشل، مستهتر. او ما كانش بيحل مع الدكتور محمد اسماعيل في المحاضره. طيب تعالى نقول حاجه بقى. طب افرض الرجاله دي قلنا القوه اللي بينهم كام؟ 2 33 في 10 اس ناقص كام؟ طب هي الرجاله دي قاعده لوحدها، هو احنا قاعدين كده يعني طرابيش في القعده؟ مش احنا كل واحد فينا ليه كتله صح؟ وكل واحد موجود على مقربة مثلا من الرجل ده معينة. انا موجود مثلا على بعد 5 متر، مش مهندسة على بعد 8 متر، مش مهندس هناك على بعد 15 متر and so on صح؟ يبقى كل واحد فينا بيعمل قوة عليه صح؟ يبقى لما يكون الكتل بتاعتك اكتر من كتلتين فكل الكتل بتأثر على كل واحدة، يعني كلهم بيتأثروا ببعض. تمام؟ يعني لما اقول ايه بقى؟ هاتولنا الفورس اللي على الرجل ده الناتجة عن المدرج ده. احنا معنا كم واحد هنا؟ لتسي معنا 400 واحد. ماشي؟ هات لي بقى، هتعمل لي 400 قوة. الراجل ده بيأثر عليه بقوة كده، وأنا بأثر عليه بقوة كده، ودي بيأثر عليه بقوة كده، تعمل لي بقى 400 سهم وتجمعهم. ماشي؟ وتجيب المحصلة بتاعتهم. طب ما تيجي ناخد مسألة على الكلام ده. أجي أروح قايل لك كده. اروح قايل لك ايه؟ عندي كتله ده الاكس والواي بتاعي، عندي كتله 2 كيلو جرام، وعندي كتله 4 كيلو جرام، وعندي كتله برضو 2 كيلو جرام. المسافات مثلا دي 3 ودي 4 متر ومتر، واحد نسميهم، اثنين، ثلاثة، ده شكل كده بالشكل ده. ويجي يقول لي كده find the resultant force on M3. M3 اللي هي دي. اوجد محصلة القوة التي تؤثر على الكتلة M3 هنا. نعمل ايه؟ عندي كم كتلة؟ 3. يبقى كل 2 بيأثروا على الثالثة. ماشي؟ يعني دي عليها تأثير منين؟ من دي ودي. طب ودي؟ من دي ودي. طب ودي؟ من دي ودي. يبقى أول خطوة تعملها ارسم لي رسمة نظيفة كده عندك في الورق. وبعدين
حدد الكتله اللي انت عاوز تشتغل عندها. انا عايز اشتغل عند الكتله انه اهي، احددها بمزاجي؟ بمزاجي؟ لا، هو بيقول لك هات الفرص فين، صح كده؟ تمام، يبقى دي تاني خطوه. تالت خطوه تجيب بقى تاثير الكتل الثانيه عليها، بمعنى تقول لي كده الكتله دي بتاثر على دي بقوه، مين يقول لي ناحيه فين؟ ايوه برافو عليك، اقف عند الكتله المؤثر عليها وانزل لتحت كده، يبقى دي الفورس اللي جايه من 2/3. واضح؟ طيب قبل ما تنسى هاتها لي كده، الفورث 2/3 بيساوي القانون بتاعك بيقول لي جي في ام 2 في ام 3 على المسافه بينهم ار تربيع من 2 لـ 3، يعني بيساوي جي اللي هو كام؟ حد فاكرها؟ ها؟ 6.67 في 10 اس ناقص 11 مضروبه في الماس الاولانيه، او سوري الماس 2 اللي هي 2 كيلو مضروبه في 4 على المسافه كام؟ المسافه بينهم 4 سكوير. خلي دي معلش، خلي دي 3 عشان بس نفرق بالارقام. يبقى بيساوي كذا نيوتن. ماشي يا رجاله؟ طيب انت جبت القوه دي، قيمه القوه صح؟ طب اتجاهها فين؟ مش القوه دي عباره عن فيكتور، والفيكتور ده بيتميز بقيمه واتجاه، اتجاهها فين؟ لاسفل. تيجي تحت كده وتكتب لي ان ذا نيجاتيف واي دايركشن، في اتجاه سالب الواي. يبقى ده بقى العيل الباشا، انت فاهم؟ قيمه واتجاه، قيمه واتجاه على طول، الراجل فاهم هو بيعمل ايه، مش اي حاجه. ماشي يا رجاله؟ مين يقول لي طيب القوه اللي بعد كده؟ ها؟ القوه اللي هي بتاثر بيها 1/3 تروح فين؟ اقسمها ازاي؟ من 1 روح ل3 بسهم كده، يبقى دي اف بتاعت 1/3. صح كده؟ مين يمليني القيمه؟ اف 1/3 بتساوي كام؟ ها؟ تبقى سوري 6.67 في 10 اس ناقص 11 في مين يقول؟ ها؟ 2/3 على المسافه، المسافه تبقى كام؟ دي 3 ودي 4 تبقى دي كام؟ 5 تربيع كذا نيوتن. خلي بالك هو مش مديك الطول يا باشا، انت بقيت راجل في كليه هندسه، اصل في جيفن ناقص. لا يا باشا، تعرف حاجه اسمها نظريه فيثاغورس؟ 3 و4 يبقى الدياجونال بتاعه كام؟ 5. عارفينه؟ الهايبوتنس بتاع المثلث، الوتر بتاع المثلث. المهم يبقى ده بالشكل ده. طب بتعمل زاويه كام؟ طب ده انت قلت ايه؟ بص انت قلت ده في اتجاه الواي ناقص واي، طب ما ده في مش في اتجاه لا الاكس ولا الواي ولا اي حاجه، تقول لي بيعمل زاويه كام مع الموجب اكس؟ طب هو بيعمل زاويه كام مع الموجب اكس؟ تجيب الزاويه ازاي؟ الاول فين؟ بص تعرف تجيب لي الزاويه دي؟ ما هو يا باشا تان الزاويه دي اصلا بيساوي 3/4 صح؟ تان الزاويه بيساوي المقابل على المجاور، يبقى تقدر 3/4 هو تان الزاويه، شفت تان يديك الزاويه، صح كده؟ جبت انت الزاويه دي، طب دي كام مع الاكس اكسس؟ بص كده يا ريس، مش ده الاكس اكسس بالموجب؟ يبقى الزاويه دي كام؟ تعرف تجيبها؟ تعرف؟ ها؟ طب استنى، الزاويه دي لحد هنا كام؟ 270، واطرح منها دي يديك الزاويه دي، صح؟ او بلاش، مش دي 90؟ اجمع عليها دي وحط الزاويه بالناقص. يعني مثلا اقول لك حاجه، فور اكزامبل مثلا دي 30، هي مش 30 بس افرض انها 30، تبقى في حاله دي تقدر تقول كام؟ بص دي 90، 90 و30 كام؟ 120، بس بالناحيه الثانيه تقول لي كده والثيتا بتساوي ناقص 120، او تقول لي كده دي 30، طب ما دي كلها 270، 270 شيل منها 30 تبقى كام؟ تبقى 240، يبقى الزاويه 240. يعني بالاخر تقول لي تحت كده ايه؟ It makes an angle of كذا with
respect to the positive x. لا اصل انا ما بعرفش اكتب الكلام اللي بالانجليزي دوت، اكتبه بالعربي. وتصنع زاويه كذا مع محور الاكسات، مش عارف، وزاويتها كما هو بالشكل، بس تبقى كاتب لي الزاويه على الشكل، يعني يبقى في شكل اصلا ماشي. ما انت ما انتش مش ايه، ما تبقاش حافظ زاويتها كما بالشكل واصلا ما فيش شكل، اقعد انا الف في الورق يمين شمال على شكل، ما فيش شكل، عارف انت؟ ماشي. عارف اللي بيمتحن رخصه فبقول له ايه، شايف الاشاره اللي على الحيطه دي؟ قال له ولا هو في حيطه؟ بالظبط. ماشي يا رجاله، الكلام ده صعب. طيب يبقى حضرتك عملت ايه دلوقتي؟ خلي بالك، جبت لي تاثير دي على دي ودي على دي، يبقى انت عندك قوتين، جبت تاثير القوتين. اند ذن تعمل ايه؟ عندك جسم اهو بيأثر عليه قوتين، هات محصلتهم. تعرف؟ خد الحته دي كده كبرها هنا شويه، الحته دي اهو، ادي الجسم وادي قوه كده اسمها اف 1 3 وبتعمل زاويه اسمها ثيتا، وادي قوه كده اسمها اف 2 3 على الواي. تعرف تجيب لي المحصله؟ بنعملها ازاي؟ حد يفكرنا كده؟ ها الناس اللي جايه من الثانويه عامه، طبعا اللي في اتجاه الاكس او في اتجاه الواي زي ما هو. طب اللي مايل نعمل فيه ايه؟ نحلله، نعمل له ريزولوشن. حلله، نحلل ازاي؟ حد يقول لي؟ ها بص كده، دي تبقى اف 1 3 في ايه؟ ساين ثيتا. طب ودي تبقى اف 1 3 كوساين ثيتا، كان دي مش موجوده دلوقتي، يعني كانك شلت دي واستعوضت عنها بالمركبتين بتوعها. يبقى دي اول خطوه. يبقى اول خطوه اللي على الاكس سيبه على الاكس، على الواي سيبه على الواي، الميله تحللها اكس وواي. اللي ما بعرفش يحلل يجي لي بعد المحاضره. ماشي؟ تمام. بعد كده نعمل ايه؟ تقول لي بقى كده سميشن الفورس في اتجاه الاكس بيساوي كام؟ مين يحلل لي في الاكس بيساوي كام؟ مفيش غير دي، يبقى ماينس اف 1 3 ساين ثيتا. طب وسميشن الفورس في اتجاه الواي بتساوي كام؟ ماينس اف 2 3 ماينس اف 1 3 كوساين ثيتا. صعب الكلام ده؟ يبقى انت عملت ايه دلوقتي؟ انت حولت الشكل ده لقيمه كده اسمها سميشن اف اكس، ومركبه كده اسمها سميشن اف واي. بقوا كده. مين اللي تاه؟ انا عملت ايه دلوقتي؟ المركبه حللتها وجمعت الواي وجمعت الاكس، طلع لي مركبتين، واحده في اتجاه الاكس وواحده في اتجاه الواي. طب يبقى المحصله بتاعتهم بتساوي كام بقى؟ اف اكس تربيع اف واي تربيع. اللي هي فين اصلا؟ اللي هي دي. ما هو بص، انت عايز تجيب محصله المركب المتجهين دول، بتعمل ايه؟ كانك بالظبط ده بتنقله هنا بنفس الطول. الطول ده زائد ده، ده مثلث قائم يديك الطول ده. يبقى ده عباره عن ايه؟ ده تربيع زائد ده تربيع. ماشي؟ الكلام ده صعب؟ فحضرتك رحت جايب ايه بقى؟ الريزلتنت فورس. طب لو عايز تجيب بقى تاني الزاويه بتاعه الريزلتنت فورس بتساوي ايه بقى؟ سميشن فورس في اتجاه الواي على سميشن فورس في اتجاه الاكس. ماشي؟ بص لي بقى، خلي بالك الوضع ازاي؟ بص كده، لما يبقى عندك تو فيكتورز كده، دول متجهين، عايز تجيب محصلتهم بتعمل ايه؟ بص معايا، بتروح جاي حضرتك مقفل دي كده مستطيل. المحصلة هي الدياجونال بتاع المستطيل، هي دي. دي المحصلة. تاني، اما يبقى عندك تو فيكتورز عموديين على بعض، المحصلة بتاعتهم هو اللي بيقفل لك ده كده مستطيل. الدياجونال بتاعه. اللي هو يساوي بقى ده تربيع زائد ده تربيع. ماشي كده ولا مش ماشي؟ طيب لو حبيت اجيب الزاويه دي سميها الفا مثلا، اجيبها ازاي؟ الزاويه دي بتساوي ايه دلوقتي؟ الزاويه دي بتساوي 10 ماينس 1 الطول ده اللي هو سميشن الفورس في اتجاه الواي على الطول ده سميشن الفورس في اتجاه الاكس، نسميها الفا عشان احنا مسميين ثيتا قبل كده. يبقى انا رحت جايب مين؟ الاف ار
بتميل بزاويه كذا مع الاكس ده. اسالك سؤال بقى، هل هي دي زاويه ميل المحصله؟ سؤال، هي دي زاويه ميل المحصله؟ طب فين زاويه ميل المحصله؟ الزاويه لازم تبقى مع الموجب اكس. طب هو فين الموجب اكس سعادتك؟ اهو ده الموجب اكس، فالزاويه لازم تبقى كده. يبقى 180 وتزود عليها الالفا، يبقى تقول لي كده الفاي بتاعتي بتساوي 180 زائد الفا. دي اللي هي ايه بقى؟ دي زاويه ميل المحصله، دي زاويه ميل المحصله مع الموجب اكس. ها الناس تاهت في الحته دي؟ كم واحد تاه؟ ارفع ايدك عشان بناء على كده هقولها ولا مش هقولها. كم واحد تاه؟ لا، اللي تايه يرفع ايده كمان. هلو غيره على النعمه، نص اللي قاعدين ما هو فاهم. ماشي، بص معايا كده. كل اللي قاعد قدامي ثانويه عامه؟ ها؟ معهد؟ تمام تمام. طيب ماشي ماشي. بص معايا يا ريس، بص معايا يا ريس، انت دلوقتي بتجمع متجهات، تعرف تجمع متجهات؟ تعرف تحلل اكس وواي؟ حللنا اكس وواي تمام. بناء على اتجاه الاكس والواي فين اللي هتحلهم؟ بص معايا كده، ادي التو اكسيز هم بتوعك. مثلا افرض انا بعد ما جمعت، طلع معايا كده سميشن فورس في اتجاه الاكس طلعت في اتجاه الموجب، هتبقى كده. طب والواي طلعت في اتجاه الموجب، هتبقى كده. ماشي، بعد ما جمعت خالص كل المركبات بتاعت الاكس وكل المركبات بتاعت الواي، طلعت دي موجب ودي موجب. فين المحصله دلوقتي؟ كمل، ده مستطيل. يبقى فين المحصله بتاعتهم؟ اهي هي دي، دي المحصله، صح كده؟ تجيبها ازاي؟ الجذر التربيعي دي تربيع زائد دي تربيع، الجذر التربيعي دي تربيع زائد دي تربيع اللي هي دي، دي سهله. طب فين زاوية ميل المحصلة؟ الزاوية باخدها مع الموجب اكس، ففين الزاوية اصلا؟ فين موجب اكس اهو؟ طب فين المحصلة؟ اهي، يبقى هي دي الزاوية. يبقى مجرد ما تقول الزاوية دي عبارة عن ايه؟ تان ماينس 1 الواي على الاكس. اما يكون عندك المقابل والمجاور اقسمهم على بعض يديك تاني الزاوية. ماشي، تان ماينس 1 يعني ايه؟ مقلوب التان اللي هو يديك الزاويه دي، بتتعمل على اله حاسبه شيفت تان. ماشي، فتعمل كده شيفت تان وتروح حاطط سميشن اف واي على سميشن اف اكس، الرقم ده على الرقم ده. طيب دي جزئيه، وارد يحصل ايه تاني؟ وارد ان سميشن الفرصه في اتجاه الاكس تطلع بالسالب، تبقى كده، والثانيه بالموجب زي دي. فين المحصلة في الحالة دي؟ ها؟ قول حضرتك، فين المستطيل؟ أهو. يبقى المستطيل بتاعك الدياجونال بتاعه، يبقى دي الإف ريزلت. معايا كده؟ ركز، لما تيجي تجيب تان ماينس 1 واي على إكس، فين الواي؟ أهي. طب فين الإكس؟ أهي. تان ماينس 1 الواي على إكس هيديك الزاوية دي، ثيتا. السؤال بقى، هل هي دي الزاويه مع الموجب اكس؟ لا. انت عارف الزاويه دي كام؟ 180. اطرح منها الثيتا دي يديك الزاويه مع الموجب اكس، يبقى هي دي زاويه ميل المحصله. نقولها ثالث، افرض طلعوا الاثنين ده سالب وده سالب زي حالتنا دي، مين يقول لي فين المحصلة؟ بص، سالب وسالب المحصلة تبقى كده. لو أنا بتكلم على نفس الأرقام فالمحصلة هتبقى نفس الرقم. طيب فين الواي؟ أهو. فين الإكس؟ أهو. واي على إكس هيديك الزاوية دي. يبقى فين زاوية ميل المحصلة؟ امشي 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 لحد ما تصطدم بده. يبقى 180 زائد الحته اللي انت جبتها دي هي زاويه ميل المحصل. طب افرض طلعت اخر حاجه بقى، افرض طلعت كده،
سميشن الفورس في الاكس كان موجب، سميشن الفورس في الواي كان سالب. فين المحصله؟ ها اهي. ماشي معايا ولا لا؟ فين الواي؟ ده الواي. في الاكس؟ ده الاكس مقابل على مجاور، يبقى هي دي الزاويه. زاويه من المحصله كام؟ افرض ان الزاويه دي 30، ممكن تقول لي ان الزاويه ماشي يا رجاله؟ يبقى الزاويه دي كام؟ افرض 30. حاجه من اثنين، يا اما تقول لي الزاويه هنا ماينس 30، هتقول لي كده ان زاويه من المحصله ماينس 30 يعني 30 بس بالناحيه الثانيه، او تقول لي انها كده اللي هي بتساوي كام؟ 330 بالموجب. فهمنا؟ فهي الحكايه بس عشان انت ما تبقاش شغال سيستماتيك كده، الحكايه مش ايه؟ سميشن فورس في اتجاه الواي، سميشن فورس في اتجاه الاكس، مش دايما هيديك الزاويه على طول اللي انت عاوزها. What you are looking for is not always come like that. لا، you need to do some effort. فانت حضرتك بتشوف الاول، ارسمها كده على جنب وشوف الزاويه بتاعتك مكانها فين، وتجيب الزاويه المحصله ازاي بالشكل ده. ماشي يا رجاله؟ الكلام ده صعب؟ في مشكل؟ حد متضايق؟ تمام. يبقى كده ايه؟ دي اول جزئيه عاوزين نعرفها في الشابتر بتاع النهارده، اللي هو مين؟ بتاع الجرافيتيشن. اول حاجه قانون التجاذب بتاع نيوتن نجيبه ازاي. طب بعد كده لو عندي اكثر من كتله، طب افرض عندي اربع كتل، افرض في كتله هنا كمان، هيبقى في قوه كده، ودي تتحلل تتجمع هنا وتتحلل تتجمع هنا and so on. ماشي يا رجاله؟ الكلام ده صعب؟ تمام. طيب حته صغيره بقى كمان عشان يبقى قفلنا ايه الجزئيه دي، عشان الدكتور طارق ان شاء الله لما يجي يشتغل على النظافه بقى. تمام؟ تمام. دي الارض، بص قطرها ار اي، والارض دي عليها حاجه كده، جسم كده، كتلتها ام ودي كتلتها ام اي. مين يقول لي قوه التجاذب بين الجسمين بتساوي كام؟ الام سمول والام كابيتال بتاع في الارض، قوه التجاذب بتساوي كام؟ قول. هتبقى جي في ام، ام بتاعت الارض على الار بكام؟ ايوه الار ايرث. ليه هندسه؟ ما احنا قلنا بناخد المسافه من السنتر، خصوصا لو الجسم الكبير دوت. يعني الكلام اللي فات كله كان مبني على ايه؟ ان الكور دي صغيره، الماسس دي صغيره، تعتبر بارتكل، فبقول من البارتكل يعني كانه من جوه. انما لما يبقى عندك جسم كبير زي الارض، ومجازا هنقول ان الماس يونيفورملي ديستريبيوتد على الجسم، بناخد المسافه منين؟ من السنتر. فلما تيجي تقول الماس، او حتى مش لو مش يونيفورملي، عشان تاخد الماس لو هي الجسم ده بره شغال بره، الماس دي في الماس دي على المسافه اللي بينهم. اصل واحد ممكن يقول لك المسافه اللي بينهم ايه؟ زيرو، ده لازقين في بعض. نو اتس نوت. انا باخد المسافه من السنتر. طب افكرك بحاجه زمان، ايه علاقه التجاذب بالوزن بتاع الجسم؟ يعني فاكر زمان لما كنت في الاعداديه، اول ما جيت تاخد ايه حاجه اسمها وزن الجسم، يقول لك ايه؟ وزن الجسم على الارض هو كمل. ها ايوه، هو قوه جذب الارض للجسم، صح كده؟ تعال نكتب الاستيتمنت دي كده عشان افكرك بايه، بايام زمان. بص، وزن الجسم هو ايه؟ قوه جذب الارض للجسم، صح؟ طب وزن الجسم ده، مش كنا الجسم اللي اسمه ام سمول، مش كنا بنقول عليه ام في جي، صح؟ طب قوه جذب الارض للجسم يعني ايه؟ يعني قوه التجاذب اللي بين الارض والجسم، اللي هي بتساوي جي في ام في ام على الار ايرث سكوير، ده لو انت فوق الارض على طول، صح؟ شفت دي؟ طب مش تقدر تعمل كده؟ مش دي ماس،
ودي نفس الماس صح؟ يبقى تقدر حضرتك تطلع لي قانون جديد خالص للجي اللي هي بتساوي جي في ام بتاع الارث على الار ارث تربيع. مين دي؟ دي عجلة الجاذبية اللي هي الاكسلريشن ديو تو جرافيتي. اللي هي بيسموها كمان الفري فول اكسلريشن، عجلة السقوط الحر، اللي هم بيسموها كمان هنا بقى جرافيتيشنال فيلد، المجال الجذبي. سكوير، دي سوري دي سكوير. ماشي؟ يبقى طلعنا قانون للجي اللي هي عجلة الجاذبية بتساوي ايه بقى؟ يبقى عجلة الجاذبية على سطح الأرض بتساوي جي ثابت الجذب الكوني اللي هو قيمته معروفة في الماس بتاع الأرض على نص قطر الأرض تربيع. لو أنت عارف الماس بتاع الأرض اللي هي 5.8 × 10^24 كيلو جرام، ولو عارف الريجيوس بتاع الأرض اللي هو 6380 كيلو متر، تحسبها تطلع عجلة الجاذبية 9.8 تقريبا. ماشي؟ وهي اتحسبت ايه؟ بالشكل ده. تمام؟ يبقى حضرتك دي اسمها ايه؟ الجرافيتيشنال الاكسلريشن ديو تو جرافيتي، عجله الجاذبيه، او اسمها الجرافيتيشنال فيلد زي ما هنسميها في الشابتر ده. هي نفس الاسم. طب سؤال، دي تعتبر كميه قياسيه ولا كميه متجهه؟ ها؟ دي تعتبر متجهه. اشمعنى؟ ما هي جايه منين؟ ان انت قسمت الفورس على الماس، والفورس كميه متجهه. مش الفورس، مش انت اصلا الموضوع كنت كده؟ ام اف جي، يبقى جي بتساوي ايه؟ اف على الماس. دي متجه، يبقى دي متجه، لان الماس ايه؟ اتس سكيلر كوانتيتي. يبقى دي اسمها ايه يا شباب؟ ده اسمه الجرافيتيشنال فيلد، اللي هو المجال الجذبي. فهو كانه بيقول لك ايه؟ كانه بيقول لك ان المجال الجذبي اي جسم بيعمل مجال جذبي حواليه، يبقى له مجال زي المغناطيس كده، تحط جسم تاني فيه يتشد ليه، بس بما ان القوه دي صغيره فما بتشدش لدرجه انه يروح متحرك يعني. تمام؟ بمعنى ايه؟ ان الراجل ده كان عامل مجال جذبي حواليه، وبعدين الراجل ده موجود فيه فبيتاثر بالمجال الجذبي بتاعه، فراح مديك طريقه تانيه تشتغل بيها في القانون ده. قال لك ممكن تحسبها ازاي؟ تحسبها كالاتي. تقول ايه؟ بص يا ريس، تقول كده، انا اديك اقول لك ايه؟ عندك جسم اسمه ام واحد على بعد مسافه ار، هات لي المجال الجذبي الجي هنا بتساوي كام؟ هو المجال الجذبي اصلا بتاع اي جسم بيساوي ايه؟ ما هو الجي بتساوي جي في الكتلة اللي عاملة المجال على المسافة تربيع. صح؟ طب سؤال، مش ده مجال جذبي؟ الاتجاه؟ اتجاهه يبقى فين؟ بص يا سيدي، تيجي تقف عند الحتة دي وترسم لي خط رايح للجسم اللي عامله. طب لو قلت لك هات لي المجال الجذبي هنا يبقى اتجاهه كده. طب هات لي المجال الجذبي هنا يبقى اتجاهه كده. طب هات لي المجال الجذبي هنا يبقى كده. طب لو المجال الجذبي هنا يبقى كده. يبقى أي كتلة بتعمل مجال جذبي شكله عبارة عن خطوط رايحة لها كده. ماشي؟ قيمته بتساوي كام؟ جي في كتلته على الار سكوير. ايه الار دي؟ المكان اللي بيجيب عنده الجرافيتيشنال فيلد. معايا ولا لا؟ ركز بقى في الحته اللي جايه دي. اجي اروح قايل لك ايه؟ في المطلوب الثاني، اجي اقول لك طب افرض هندسه رحت جايب كتله ثانيه اسمها ام 2 حطيتها هنا. هات لي الفورس اللي على ام 2. عارف الفورس اللي على ام 2 بتساوي ايه؟ هتقول لي كده بتساوي جي في ام 1 في ام 2 على ار سكوير؟ صح، ما ينفع، بس في حاجه اسهل. مش انت لسه جايب اصلا المجال الجذبي هنا؟ صح؟ صح؟ بتاع الام 1. يبقى الاف على الام 2 بتساوي ام 2 في المجال الجذبي اللي هي واقفه فيه اللي هو جي 1 اللي جاي من الجسم الثاني. تيجي تفكها يبقى ام 2 في جي في ام 1 على ار سكوير. شو هو نفس القانون؟ صح؟ مش هو نفس القانون؟
يعني كاني بقول ايه بقى طريقه تفسير ثانيه للقانون ده. ركز بقى في الحته دي الله يكرمك، عشان لو فهمتها الباقي هيمشي معاك كويس قوي. كاني بقول لك ايه؟ كاني بقول لك الاتي، ان الفورس دي عباره عن ايه؟ عباره عن لو انت بتكلمني عن الفورس على الماس 2 بتساوي ايه؟ ماس 2 في الجرافيتيشنال فيلد اللي جاي من ماس 3 عندها. طب لو انت بتكلمني عن الفورس اللي على ماس 3 يبقى عباره عن ايه؟ ماس 3 في الجرافيتيشنال فيلد بتاعت ماس 2. ماشي؟ تعال نجيبها بطريقه ثانيه. الراجل ده عامل مجال جذبي حواليه في المدرج ده كله. يعني ايه مجال جذبي؟ يعني قوه خفيه تشد الناس ليه. راجل بقى ايه ضارب فازلين وبتاع وشغل على الصبح وايه، ويعني كل اللي يشوفه يقول واو. ماشي؟ احنا بنهزر ها؟ تمام. فالراجل ده في مجال جذبي، المجال الجذبي عباره عن اسهم رايحه له. فجيت انا قدرا كده واقف في المدرج في الحته دي، يبقى انا متاثر بقوه نتيجه وجودي في المجال الجذبي بتاعه. طب القوه دي بتساوي ايه؟ كتلتي في المجال الجذبي اللي انا واقف فيه اللي هو بتاعه. المجال الجذبي بتاعه ايه؟ جي في كتلته على الار سكوير. اما تضرب في كتلتي تديك الفورس، هي قانون نيوتن اصلا. طب وفي نفس الوقت هو انا واقف كده ماليش لازمه؟ لا، ما انا الاخر بعمل مجال جذبي، فعامل مجال جذبي حواليا، ومن ضمن الحتت اللي فيها مجال جذبي الحته اللي هو واقف فيها. طب عايز كتلت، عايز الفرصة عليه كتلته في المجال الجذبي في الحته اللي هو واقف فيها اللي هو جاي مني، فتحسبهم يطلع نفس القانون اللي هو ده. مش كل واحد بيأثر على التاني بقوه، شبه بعض بالظبط. طب بص، كل المدرج ده بيعمل مجال جذبي حواليه كل واحد. طب تيجي عند النقطه دي، المجال الجذبي بتاع الراجل ده سهم رايح له، المجال الجذبي بتاع الراجل اللي جنبه سهم رايح له، المجال الجذبي بتاع الراجل اللي جنبه سهم رايح له، تلاقي فيه 400 سهم رايح ل 400 واحد. جيت انا وقفت في الحته دي، تجمع المجال الجذبي كله الاول. عايز الفرصه عليا، اضرب كتلتي في المجال في الحته اللي انا واقف فيها. في الشي هنا يجيب مين؟ الفرصه عليا. يعني المساله دي سعادتك دي، بص كده على المساله على السطوره دي، ما رضيتش امسحها عشان كده. ركز عشان الحته دي مهمه، ولو فهمتها هتريحك كتير في الشابتر ده كله. ايه الموضوع؟ بص كده، اجي اروح مديك المساله دي بس بطريقه ثانيه، نفس المساله بس هجيبها لك بطريقه ثانيه، اللي هي الطريقه الثانيه؟ يجي يقول لك انا عندي بقى بدل جسمين عندي ثلاث، سوري، بدل ثلاث اجسام عندي جسمين بس، اهو نفس المساله. ادي جسم اسمه ام 1 3 كيلو، وجسم ثاني ام 2 4 كيلو. ثلاثة ودي أربعة، وهنا مفيش أجسام، هنا النقطة دي اسمها بي. ماشي؟ دي نفس الطريقة بس جبت لك بيها الإيه؟ المسألة بطريقة تانية. بص كده، عندي جسمين، عند الكوردينيتس بتوعي 0 0 وهنا 3 و0، وفي نقطة الكوردينيت بتاعها 3 و4، يقول لك إيه؟ أول مطلوب، أول مطلوب، أول حاجة فاين الجرافيتيشنال فيلد ات بي. خلي بالك الالفاظ هتفرق معاك. في المساله الاولانيه هيقول لك ايه؟ هات لي الجرافيتيشنال فورس على الكتله. هنا هيسالك يقول لك ايه؟ هات لي الجرافيتيشنال فيلد عند النقطه. لو قال لك هات الفورس لازم يبقى على كتله، الفورس لازم تاثر على حاجه. صح؟ انما الفيلد موجود. الفيلد موجود، في كتله عنده ما فيش فيلد. فجأة اروح قايل كده في المسألة، نفس المسألة بالظبط، هات الجرافيتيشنال فيلد عند النقطة بي، تعمل إيه؟ سهل خالص، زي ما عمل، هتقول لي إيه؟ الكتلة دي إم 1 بتعمل جرافيتيشنال فيلد عند النقطة بي، اتجاهه اطلع من بي روح لإم 1 كده، اسمه جي 1. ماشي؟ تمام. وتيجي تقول لي كده في جنب جي 1 بيساوي جي في الكتلة واحد في الأرض تربيع، يعني بيساوي جي كتلة واحد كان بكام؟ 3 كيلو على المسافة 5 تربيع، بيساوي كذا وبيعمل زاوية ثيتا اللي هي كذا نفس الزاوية اللي هناك مع الموجب اكس. تمام كده؟ طيب تيجي تقول لي الناحية التانية، طب الكتلة ام 2 بتعمل فيلد هنا اتجاهه فين؟ اتجاهه كده.
وتقول لي بص الجي 2 بتساوي جي في ام 2 اللي هي 4 على المسافه 4 سكوير بتساوي كذا وان النيجاتيف واي دايركشن معايا ولا لا؟ نفس الكميات بالظبط بس بدل ما كنت بحسب حاجه اسمها الفورس بحسب حاجه اسمها الجي بدل ما كنت بضرب قطرتين في الباص هنا بحط كل واحده ماشي طب بعد كده تعمل ايه؟ تاخد دول كده وتحللهم في الجي واحد هتحللها يعني لو دي احنا مسمينها ثيتا تبقى جي واحد ساين ثيتا وهنا جي واحد كوساين ثيتا وتقول لي بقى كده سميشن الجي في اتجاه الاكس بتساوي كذا سميشن الجي في اتجاه الواي بتساوي كذا يبقى الجي ريزلت بتساوي النازل التربيعي سميشن جي في اتجاه الاكس زائد سميشن جي في اتجاه الواي نفس الكلام اللي عملته بالظبط ماشي والزاويه بتاعتها هتساوي يبقى الفاي بتاعتها بتساوي 3 ماينس 1 كذا وتجيب الزاويه زي ما جبتها هناك بالظبط. ده كله قليل. ماشي؟ المطلوب التاني بقى يقول لك ايه؟ لو انت حضرتك يقول لك ايه؟ اف افيرم ماس از بليست ات بي والماث دي كانت هناك كام؟ 2 كيلو جرام. What is the force on it؟ لو حضرتك رحت جايب بقى كتلة تالتة اسمها ام 3 2 كيلو جرام وحطيتها هنا هات لي الفرصة عليها، مين يقولها؟ ها؟ هتضرب حضرتك الماس اللي انت لسه حاططها في الجي المحصله عند النقطه دي. ماشي؟ صح؟ انت عارف كانك عملت ايه؟ ركز بقى معايا لو سمحت، بص على الحته دي، الناس اللي نامت، اصحى. بص الحته دي. بص المعادلات دي. دي مثلا كانت ايه؟ 2 في 3 وهنا؟ دي مثلا. 2 في 3 هنا حطينا 3 بس صح؟ طب وهناك 2 في 4 هنا حطينا 4 بس ماشي؟ كأنك عملت ايه؟ انت عارف المعادلة؟ كأنك رحت جاي في المعادلة دي خلي بالك هتلاقي ايه؟ هنا 2 وهنا 2 اتكررت صح؟ لأن أنت تاخد دي مع دي مرة ونفس دي مع دي مرة لا المسألة الجديدة كأنك ايه؟ كأنك رحت شايل دي اللي كتلتها 2 وعينها في جيبك شوية وعامل حسابات بس لما شفت ان القانون ماس ما بقاش اسمها فورس بقى اسمها ايه؟ جرافيتيشنال فيلد فرحت حاسب كانها جرافيتيشنال فيلد وبعد ما خلصت الجرافيتيشنال فيلد طلع الاثنين من جيبك واضربها في الاخر كانك واخدها عامل مشترك كده برضه ماشي كانك بتقول ايه؟ ان الفورس اللي انا لسه جايبها اللي هي ام في ايه؟ ماشي او ام في جي انت جبت الجي لوحدها وفي الاخر رحت ضارب فيها الام اللي هو هو نفس القانون بتاع ايه؟ ام في جي في ام الثانيه ار سكوير هو نفس القانون ماشي يا رجاله؟ الكلام ده صعب؟ في مشكله؟ الحته دي لازم تفهمها كويس قوي وتخلي بالك هو طالب منك جرافيتيشنال فيلد ولا جرافيتيشنال فورس؟ طب افرض انا جبت لك المساله في الامتحان بالعكس قلت لك كده اعمل لي المساله كده عندي كتله وكتله وكتله هات لي فورس توتال على الكتله ال 2 كيلو جرام جبتها لي بالشكل ده بعد ما خلصت خالص قلت لك ايه؟ طيب لو انا شلت ال 2 كيلو جرام تلاقي تحتها جرافيتيشنال فيلد قد ايه؟ مش انت جبت الفورس؟ الفورس تقسمها على ال 2 كيلو جرام يعني كانك بتقسم فورس على الماس يديك الجي تبقى هي ايه؟ قال لك هات الجي الاول يضربها في الماس يديك الفورس هات الفورس الاول تقسمها على الماس تديك الايه؟ الجي